السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه civils.ai بيعتمد على الـ AI في الـ workflow في شغل construction، بحيث ان هو يعمل مراجعة ويعمل مقارنة بين الشغل ويجيب لك فين الاخطاء وفين المشاكل، على اساس نقلل المشاكل ونقدر احنا نتحكم فيها. فممكن تربطه بعد كده بالـ Autodesk construction cloud او الـ Power BI او SharePoint، بحيث تبقى متابع المشروع. وبرضه ممكن تستخدم تربطه بشات جي بي تي، بحيث تستفسر منه عن معلومات المشروع، تشوف الدوكومنتس اللي موجودة. بحيث لو بتدور على اي حاجة يقدر يجيبها لك بالذكاء الاصطناعي، يعني مش لازم تكتب نفس الكلمة، لا هو بالذكاء الاصطناعي يبدأ يدور لك عليها ويبدأ ان هو يجيبها لك. تقدر تربط المشروع بتاعتك بيه ويراجع معاك اللوح. حيث يوفر لك الوقت ويكتشف الاخطاء بسرعة. ممكن بيلدينج كود تعمل له دراج اند دروب ويبدا ان هو يطبق البيلدينج كود ويقول لك اذا كان في حاجة مش مطابقة للكود اللي موجود. يستخرج لك الداتا من المعلومات بتاعت السايت. فممكن ترفع له ملفات البي دي اف، وعندك اي سؤال يبدا ان هو يساعدك فيها. انا طلبت منهم ديمو، وان شاء الله اول ما يديني نسخه اجربها كده هبقى اسجلها باذن الله.